له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين، قرر المجلس بالاجماع حلا لازمه النفايات. مجلس الوزراء يقر حلا مؤقتا وفوريا لازمه النفايات. بالنسبه لي هي وصمه عار. الحراك المدني يدعو الى اضراب عام وقطع طرق يوم غد الاثنين. كاري لا يمكن لبشار الأسد استغلال الهدنة لمصلحته، والنظام يصعد قبل ساعات على محادثات جنيف. أهلا بكم. شهد مجلس الوزراء أمس واحدة من أطول جلساته في تاريخ لبنان ودامت لأكثر من 7 ساعات. نجح المجلس أخيرا بإيجاد حل مرحلي لأزمة النفايات المتفاقمة منذ 8 أشهر تقريبا. الحل الحكومي المؤقت يبدأ تنفيذه فورا عبر إعادة فتح مطمر النعمي لاستيعاب ألاف الأطنان من النفايات المتراكمة، واعتماد مطمري برج حمود والكوستا برافا كمطامر صحية، مع تقديم حوافز وازنة للبلديات وصلت إلى 40 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع إنمائية للبلدات المحيطة بقيمة 50 مليون دولار. عقب 8 أشهر على أزمة النفايات وعشرات الساعات من الاجتماعات في اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء، توصلت الحكومة في جلستها التي استمرت 7 ساعات إلى حل مرحلي ينفذ على مدى 4 سنوات، ويتم خلالها وضع وتطبيق خطة للحل المستدام. هذا الحل كان شهد نقاشا مستفيضا في بنوده، واستدعى اتصالات ومشاورات جرت بين الوزراء ومرجعياتهم، وذلك بسبب إصرار الرئيس تمام سلام على ضرورة الاتفاق على حل وعدم إفشال الخطة، مهددا باستقالة الحكومة. النقاشات التي وصفت بأنها مزايدات سياسية وطائفية ومذهبية تمحورت حول تفاصيل تتعلق بكيفية تمويل المشاريع ومن أي صناديق، وإذا ما كانت بحاجة إلى قوانين، إضافة إلى المناقصات والتمديد لشركة سوكلين، وهو ما تحفظ عليه وزراء الكتائب مشيرين إلى أنهم تحفظوا لأسباب تقنية وبيئية، فيما كانت الحوافز المالية من العقد الأساسية على طاولة مجلس الوزراء، حيث اعترض وزير المال علي حسن خليل على التصرف بأملاك الدولة كحوافز للبلديات، وكان إصرار من وزراء حزب الله على أن لا بديل عن الكوستا برافا في الخطة. الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والتمر الصحي في كل من برج حمود البوشرية ومصب نهر الغدير. الموافقة على إعادة فتح مطمر الناعمي لمدة 2 شهر لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة، وتطبيق القانون رقم 280 على 2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به. يحدد مركز للمركز المعالجة والمطمر الصحي لقضائي الشوف وعلي في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية. الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا. يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد أحدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة. حق البلديات أو اتحاد البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها إذا أرادت.
الخطة قضت أيضا بدفع مبلغ 6 دولارات عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل إلى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل، وتخصيص مبلغ 8 ملايين دولار لتغطية مشاريع إنمائية لكل بلدة محيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على 4 سنوات، على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال إلى مجلس النواب. كما تمت الموافقة على طلب بلديات شويفات وبرج حمود والجديد البوشري السد استثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها. وكلف وزير الداخلية تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبيئة والمالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بمساعدة هيئات المجتمع المدني واليو ان دي بي لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ. وتم أيضا تكليف مجلس الإنماء والأعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة خلال مهلة 2 شهر لبيروت الإدارية وجبل لبنان ما عدا جبيل على أن توزع الكميات بالتساوي، وذلك لأعمال الكنس والجمع والنقل والفرز والمعالجة والتمر الصحي وإنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والأعمال الهندسية اللازمة للإنشاءات بما فيها الإنشاءات البحرية والدراسات والإشراف على الأعمال. وأخيرا تستمر شركتي سوكلين وسوكومي بالأعمال التي كانت تقوم بها لحين إتمام المناقصة وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه ولكل من هذه الأعمال. على الرغم من انتظار اللبنانيين لمدة 8 أشهر وسط الأوبئة والعودة إلى الخطط التي وضعت مع بداية الأزمة، إلا أن مجلس الوزراء اتخذ القرار وسينفذ على مدى 4 سنوات علّه ينسحب على المشاريع والقضايا الأخرى التي تريح اللبنانيين والبلد من بعض الأزمات. من السراي شهير إدريس، تلفزيون المستقبل. لذلك دعا الحراك المدني رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى أن يطلع اللبنانيين على خطة النفايات بالتفاصيل مع المراسيم اللازمة. الحراك المدني وفي تظاهرة نظمها من ساحة ساسين في الأشرفية إلى وسط بيروت تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء والذي خصص لبحث ملف النفايات، أعلن أن البلد دخل مرحلة جديدة وأن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم لإعلان الخطوات المقبلة. نحن من هون من ساحة رياض الصلح أبعد أمطار من ساحة النجمة المحتلة راح نقول الزبالة هي نتيجة فسادكم وفشلكم وصفقاتكم. الزبالة هي وصمة عار راح تلازم حكومة النفاق الوطني ومجلس التمديد. أمنياً تطور إشكال فردي بين شبان من حركة أمل وأحد عناصر حزب الله في بلدة عنقون في قضاء صيدا مساء أمس تطور إلى إطلاق نار وتوتر بين الطرفين، وقد بدأ الإشكال بتلاسن بين حاجز محبة لحركة أمل في البلدة أقيم لمناسبة الليالي الفاطمية وبين العنصر من حزب الله هشام فاء لحظة مروره أمام الحاجز المذكور على دراجة نارية، وسرعان ما تطور الأمر إلى تضارب وإطلاق نار من الجانبين ما استدعى تدخل مخابرات الجيش واتصالات مع الطرفين ونزول مسؤولين من حركة أمل على الأرض لفض الإشكال وتطويق ذيوله. عثر على الكويتي صلاح أبو البنات والسوري مروان حمادي مقتولين، وقد نجحت القوى الأمنية بإلقاء القبض على شخص سوري الجنسية مشتبه به يقطن في منطقة علي، واعترف خلال التحقيق معه بأنه أقدم بالتعاون مع سوريين على قتل شخصين ورمى جثتيهما على الطريق البحرية في منطقة الدورة برج حمود خلف جاليري فانيليان، وعلى الفور توجه الدورية إلى المكان حيث عثرت على الجثتين وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات. هذا وأعلن سفير الكويت في لبنان عبد العالي القناعي أن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة تفاصيل الجريمة ومتابعة التحقيقات، مضيفا في هذا الإطار وتؤكد السفارة أن دولة الكويت على تحذيراتها السابقة والتي تفيد بعدم المجيء إلى لبنان والمغادرة فورا نظرا للظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها البلد. اعتبر رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان أن جريمة قتل المواطن الكويتي محمد حسني أبو البنات والذي عثر على جثته في برج حمود تأتي في إطار تداعيات النزوح السوري، وأكد العميد عثمان في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية أنه ليس هناك استهداف للمواطنين الخليجيين أو العرب أو الأجانب في لبنان، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية هي عين ساهرة لحفظ أمن وسلامة اللبنانيين والمقيمين لهذا البلد. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل.
العثور على طفلة حديثة الولادة في صيدا. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. بعد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله بأنه إرهابي، جاء دور جامعة الدول العربية. فما معنى التضامن العربي الذي خسره لبنان؟ تقرير غيدة جبيلي. صفعة تلو الأخرى جراء اعتداءات حزب الله على الدول العربية يتلقاها لبنان ويدفع ثمنها جميع أبنائه. فبعد وقف الهبة العسكرية السعودية وما تلاها من إجراءات وتدابير وليس آخرها قرار مجلس التعاون الخليجي، جاء التطور الأخير من القاهرة، حيث صنف وزراء الخارجية العرب حزب الله إرهابيا فيما تحفظ لبنان والعراق. المهم فيها بعتقد هو إلى أين ذهب هذا القرار، يعني هل انتهى التصاعد ووقفنا هون ولا رح يكمل؟ يعني السياسة الخارجية اللبنانية هلا هي على محك. أول شيء تهدئ الأمور يعني ما بدنا تصريحات اللي النارية أو اللي يعني مفتوحة للنقاش، خلص انتهى نعمل القرار وتنسق الأمور حتى كل الجهات اللي بدها تشتغل عليه تشتغل ب يعني اتجاه واحد. فما معنى ألا يحظى لبنان بالتضامن والدعم العربي ولا يذكر في البيان الختامي لوزراء الخارجية؟ بدك تنطري تشوفي شو هي الأمور الإجرائية اللي راح يعملوها. هل العملية هاي معناها كل أعضاء حزب الله ممنوعين من السفر إلى هذه البلدان وكذا وهو مستبعد، ولكن هل هو لهذا الحد أم هو حجز أموال أو عدم الطلب المصارف عدم التعامل معه؟ هل ستكون بإخراج لبنانيين من الخليج يعملون بالخليج؟ هل يا ترى في نية انه يعني ما يجددوا اقامات بعض اللبنانيين الموجودين؟ لازم يكون في هجمة كبيرة من جهة لبنان للتعامل مع تداعيات هالعملية والتداعيات المستقبلية اللي قد تحصل قبل أن تحصل. إذن حزب الله تنظيم إرهابي عربيا، موقف سيؤدي بصورة طبيعية إلى حرمان لبنان من الاستفادة من علاقاته مع الدول العربية، وبالطبع لن يحظى مستقبلا بالدعم الذي حظي به في الماضي على غرار حرب تموز عام 2006 وفي أكثر من مناسبة. في سعد نايل في البقاع دهمت قوة من الجيش منزل المدعو ياسر علي الغندور والد الموقوف عمر ياسر الغندور، حيث ضبطت حزاما ناسفا وعددا من الأعلام الحزبية وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان. وقد حضر الخبير العسكري الذي قام بالكشف على الحزام المذكور وعمل على تفكيكه، وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع الأمني المختص لإجراء اللازم. في صيدا عثر على طفلة حديثة الولادة مرمية أمام مسجد الروضة، وعلى الفور تم إبلاغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، وقام الصليب الأحمر اللبناني بنقل الطفلة إلى مستشفى صيدا الحكومي. في النشرة أيضا بعد الفاصل، دخول مواد غذائية إلى تعز بعد كسر الحصار عنها. بكم من جديد. جددت الخارجية الأمريكية تأكيدها ضرورة سريان الهدنة في كل سوريا، فيما اعتبر المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سوريا هي خارطة الطريق لحل الأزمة. الانتهاكات المتكررة للنظام السوري للهدنة الهشة حملت وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى جولة أوسطية متزامنة مع مباحثات مع موسكو تسبق انطلاق محادثات جنيف 3 بدءا من الاثنين المقبل. ومن السعودية، وبعد زيارة خاطفة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين، أكد كيري أنه لا يمكن لرئيس النظام السوري بشار الأسد استغلال الهدنة لتفجير الوضع، بينما يحاول الآخرون الالتزام
الاعلام بها، المراقبون الامريكيون والروس للهدنة في سوريا يلتقون في العاصمة الاردنية عمان لمحاولة الحد من العنف في سوريا بصورة اكبر، بالتزامن مع محادثات هاتفية للغاية نفسها بين وزير الخارجية الامريكية ونظيره الروسي سيرجي لافروف. وعلى خط آخر، دعا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إلى توحيد المعارضة السورية لتسهيل مهمة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لانطلاق مفاوضات مباشرة بينها وبين الحكومة، في إشارة لمطالب موسكو بإشراك الأكراد السوريين في محادثات جنيف. وحيال الصدمة السياسية الناجمة عن طرح حل الفيدرالية لسوريا، أكد بوغدانوف أن موسكو لم تتحدث عن مسألة فدرالة سوريا، معتبرا أن هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع وإن شكل الدولة يقرره السوريون أنفسهم. بدوره، رأى المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سوريا هي خارطة الطريق لحل الأزمة، إذ تهدف لتحول سياسي ووضع دستور جديد، لافتا إلى أن البديل من المحادثات مأسوي ليس فقط على سوريا بل المنطقة عموما، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. إلى ذلك، رأى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أنه لا يحق للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اقتراح جدول أعمال المحادثات في جنيف، ولا يحق لأحد التحدث عن موعد انتخابات رئاسية. وفدنا ما حيكرر الأخطاء اللي جرت في الجولة السابقة، بمعنى لن ينتظر في جنيف أكثر من 24 ساعة، سيراقب وصول الوفود المعارضة الأخرى إلى مبنى الأمم المتحدة لاستمرار الحوار. لا يحق للسيد دمستور اقتراح جدول أعمال، هذا ما يجب أن يتم التوافق عليه بين المتحاورين. ولذلك أقول للسيد دمستور، لن نقبل بعد الآن خروجك عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك. من يريد أن يتحدى بالحل العسكري فليتفضل. أنا وجدت في المرة السابقة أن الصناديق الخشبية مكلفة، فممكن إرسالهم بصناديق بلاستيكية. أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربة تيار الغد السوري باعتباره تجمعا معارضا جديدا يسعى لحل الأزمة السورية على أساس وقف نزيف الدم وعودة المهجرين. من العاصمة المصرية القاهرة، اختار الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة إطلاق تيار الغد السوري كتجمع معارض جديد يسعى لحل الأزمة السورية بآليات واضحة وحاسمة، أساسها وقف نزيف الدم وعودة المهاجرين إلى سوريا لإعمارها بعد الخراب والدمار الذي طاولها على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وتوقع الجربة رئيس تيار الغد السوري أن يجمع تياره الجديد العدد الأكبر من القوى السياسية السورية المنسجمة حول أهداف محددة، موضحا أن وحدة سوريا خط أحمر وأن التيار يمد يده لكل المعارضة السورية. وأضاف الجربة أن أعضاء تيار الغد يؤيدون ما تم التوصل إليه في جنيف واحد، وإن كان لم يستبعد وجود جناح مسلح للتيار على الأراضي السورية، كما شدد على عدم بقاء بشار الأسد في أي سيناريو للتسوية، مؤكدا ألا حديث الآن عن المستقبل قبل وقف نزيف الدم وعودة المهجرين إلى سوريا. وشارك في الاجتماع الأول لإطلاق تيار الغد السوري نزيه النجاري ممثلا عن وزير الخارجية المصرية سامح شكري، والقيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، ومدير مكتب إقليم كردستان العراق ورئيس المجلس الكردي السوري إبراهيم برو، بالإضافة إلى مندوبين من تيار المستقبل اللبناني والقوات اللبنانية. على الصعيد الميداني السوري، قصفت مدفعية النظام مدينة درية بريف دمشق في خرق جديد للهدنة، بينما استمرت محاولات قواته للتقدم على أطراف بلدة بالابغوطة دمشق الشرقية. يستمر النظام السوري في خرق الهدنة فيقصف بالمدفعية مدينة دارية بريف دمشق، بينما استمرت محاولات قواته للتقدم على أطراف بلدة بلا بغوطة دمشق الشرقية، وذلك بعد مقتل العشرات بغارات روسية على عدة مواقع للمعارضة بسوريا.
وفي الشمال السوري يبدو أن الهدنة لم تمر، بل يمرر النظام السوري وحليفه الروسي خرائط للتقسيم ورسم حدود جديدة في ظل التركيز على قصف مناطق معينة خاضعة للمعارضة السورية المعتدلة بالريف الغربي. أما في حما فتحاول المعارضة السورية التصدي للهجمة الشرسة لقوات النظام والميليشيات التابعة له بغطاء جوي من الطيران الروسي، فأسقط الثوار طائرة ميج 21 عائدة للنظام السوري بمضادات فوق بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي. كما شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على أحياء مدينة تدمر بالريف الشرقي لحمص، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى من المدنيين. وردا على استهداف البلدات والقرى في إدلب من قبل الطيران الحربي الروسي، استهدف جيش الفتح بلدة الفوعة بقذائف الهاون، حيث وردت أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات داخل البلدة. كما جرت معارك عنيفة بين قوات المعارضة وكتائب الأسد في محيط منطقة كبانة بريف اللاذقية التي يسيطر النظام على معظم الجبال المطلة عليها. في اليمن انهيارات متواصلة لميليشيات الحوثي صالح في تعز، والمقاومة والجيش يواصلان التقدم في شرق وشمال المدينة. بعد عشرة أشهر من الحصار والمعاناة تخلصت مدينة تعز من إرهاب الميليشيات المتمردة، ونجحت المقاومة الشعبية والجيش اليمني في فك الحصار عنها من محاور عدة بعد مواجهات عنيفة مدعومة بطائرات التحالف العربي، والتي أدت إلى مقتل العشرات من تحالف الحوثي صالح. وأحكمت المقاومة المدعومة بالجيش الوطني القبض على مبنى نادي الصقر وشرطة مديرية المظفر في حي الدير باشا وسفرات الميليشيات من المطار القديم في ضحية الحصب، وهو مؤشر على عملية انهيار وشيكة في صفوف الميليشيات، فيما تتواصل عمليات التمشيط والقصف على مواقع عدة على الجبهة الشرقية من المدينة. مستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري قال إنه تم تحرير مدينة تعز بالكامل من ميليشيات الحوثيين، مشيرا إلى أن القوات الحكومية الشرعية وقوات التحالف أصبحتا الآن تسيطران على مداخل المدينة في شكل كامل. وأضاف عسيري أن العمليات لا تزال جارية لإحكام السيطرة والقضاء على بقية جيوب الحوثيين، لافتا إلى أن تحرير تعز سيرفع المعاناة عن المواطن اليمني ويسمح بدخول المساعدات الإغاثية التي طالما انتظرت خارج المدينة. وما أن أعلن عن انهيار المتمردين في تعز حتى اندفع سكان المدينة إلى الساحات للتعبير عن الفرحة، وأطلقت الأسهم النارية في تعز وعدن. القوات الحكومية أحرزت أيضا تقدما ملحوظا لتحرير مديرية المصراخ بالكامل عقب الانتصارات التي تحققت في جبهة الأقروض، وهو التقدم الذي يرجح إمكانية رفع الحصار عن كامل المدينة. إلى ذلك تحدثت مصادر عن انشقاق عدد من شيوخ قبائل صنعاء عن الحوثيين، وذلك على وقع النجاحات الكبيرة التي تحققها المقاومة الشعبية والجيش في مدينة تعز. من جهته أكد رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح أن قوافل الإغاثية تتوجه إلى تعز بعد فك حصارها للعمل على إعادة إعمار المدينة، وقال إن الوضع الأمني في عدن يتحسن والأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية سيتم تطبيقها في عدن، ومعها سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان: قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات. مجلس الوزراء يقر حلا مؤقتا وفوريا لأزمة النفايات. بالنسبة لي هي وصمة عار. الحراك المدني يدعو إلى إضراب عام وقطع للطرق يوم غد الاثنين. كاري لا يمكن لبشار الأسد استغلال الهدنة لمصلحته، والنظام يصعد قبل ساعات على بدء محادثات جنيف. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.